احساس اللي ما نقدرش نوصفه لك لحقاش اكثر من رائع باش نكونوا حنا اول جينيراسيون غادي تاهل لاكوب دي موند من ناحيه ديال الكره القدم المغربيه ولا العربيه ككل. دونك حنا كنمثلوا جميع العرب في هذه التظاهره الكبيره اللي اي واحد كيتمنى انه يكون محظوظ انه يلعبها. دونك الاحساس ديالنا بواحد الفرحه وواحد الفخر كبير، وكنتمنوا اننا نمشيو ان شاء الله في كامل الجاهزيه ديالنا. من قبل كنا مهمشين، كانت الأولوية كتكون للرجال للكرة الذكورية، التبني يعني عقد الأهداف مع العصبة الوطنية، أيضا تعاقد الجامعة الملكية المغربية مع مدرب من الطراز العالي السيد بيدروس اللي جانا بعد ما توج بجائزة أحسن مدرب على في الفيفا، أعطى واحد القيمة مضافة للعمل وأعطى واحد القيمة أيضا مضافة للاعبات. التأهيل ديال المنتخب الوطني هو فتح بزاف ديال الابواب، وقلت لكم بدل غيرت العقليه ديال الاباء، لان ملي كتشوفي واحد اللاعيبه كتلعب يعني داخل المغرب ولا خارج ارض المغرب الحمد لله ولات عندنا كنشوفوا لاعيبات عالميات كيجيو كيلتحقوا بالفريق الوطني، لاعيبات مغربيات يعني كيختاروا من احسن ما كاين على الساحه الوطنيه، يعني هذا عطى واحد الحافز وباش ولا واحد الاقبال كثير على كره القدم النسويه، لان يعني كما قلت لك في القديم كانت ديك التقاليد لا بنتي ما تلعبش مع الوالد، دابا الحمد لله ولات العقول تفتحات. ملي كنت في المقهى اتفرج كانت في قلبي فرحه جيده، لانني سمعت بان المنتخب المغربي للاناث تاهل الى كاس العالم، لذلك احببت ان اصبح مثل كوتش راشيده وفاطمه قناوت ايضا. علاش؟ لانه تحب المراوغات جيدا وانا ايضا احب المراوغات. ملي كتشوف بان العمود الفقري ديال الفريق الوطني اللي هو خاض المباريات ديال كاس افريقيا واللي تاهل كاس العالم، هو يعني اللي كان بحال قلتي عنده واحد الفضل ولا واحد الجزء كبير في هذا النجاح من نادي الجيش الملكي، ما غيكون غير افتخار لينا وللنادي والمسؤولين ديالو. في السابق ما كناش نتبعوا الكره النسويه بواحد الشغف، الان على هذا الشيء اللي دار فريق الجيش الملكي على الصعيد الافريقي اللي دار المنتخب الوطني هاد لاكوب دافريك اللي كنا خسرنا لا فينال مع لا سود افريك، الحمد لله تاهلنا لاكوب دي موند في الاسترالي. نتمناو في هاد التظاهره اللي غادي تجي في الاسترالي ان شاء الله تكون نتيجه، وان شاء الله باذن الله غادي تكون نتيجه.